مستمعي الأكارم، في حوارنا الرئيس لهذا اليوم سنتحاور حول برنامج دعم النشر العلمي، فبهدف تشجيع وتحفيز الباحثين على النشر في أرقى المجلات والدوريات العالمية وقواعد البيانات المتخصصة ذات التصنيف العالي، نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حلقة عمل للتعريف ببرنامج دعم النشر العلمي تحت رعاية معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية، وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. وللحديث أكثر عن برنامج دعم النشر العلمي، يسرنا أن نستضيف معنا عبر الهاتف الفاضلة خولة بنت سالم الحضرمية، أخصائية عقود بحثية وابتكارية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عضو في فريق برنامج دعم النشر العلمي. أستاذة خولة، أهلا وسهلا بك معنا في برنامج عمان الصمود. أهلا وسهلا فيكم أخي، وشكرا لكم على هذه الاستضافة. وشكرين لك كذلك قبول هذه الاستضافة. أستاذة خولة، دعينا في البداية نتعرف هكذا بشكل أكثر تفصيلي عن هذا البرنامج الذي تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. نعم، برنامج بداية، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. برنامج دعم النشر العلمي، هذا البرنامج الذي تم تدشينه في العام الماضي 2023، جاء هذا البرنامج بسبب عدة أسباب أدت إلى طرح هذا البرنامج. من ضمن هذه الأسباب هي ارتفاع تكاليف النشر للأوراق العلمية، وكذلك كثرة طلبات الباحثين لتقديم الدعم ولوجود برنامج مثل هذا البرنامج لدعم الأوراق العلمية المنشورة. ففكرة هذا البرنامج هو برنامج تمويل تشاركي بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وبين المؤسسات البحثية. فكرة هذا البرنامج تقوم على مبدأ تقديم تعويض مالي أو جزئي عن تكاليف الورق العلمية التي تم نشرها. فالمؤلفين يقومون بنشر أوراقهم العلمية في أرقى المجلات والدوريات المحكمة والمفهرسة، وبعدها يقومون بتقديم طلباتهم للوزارة لطلب الدعم والتعويض للأوراق العلمية التي تم نشرها. نعم، هذا إذن فيما يتعلق بالأسباب وكذلك فكرة البرنامج. الأستاذة خولة، ما أهداف برنامج دعم النشر العلمي وما مدى أهمية للبحث العلمي كذلك بما يتوافق مع رؤية عمان 2040؟ نعم، هذا البرنامج حاله كحال أي برنامج آخر يهدف إلى تحقيق العديد من الأهداف. نتأمل أن يتم تحقيق هذه الأهداف والمرجوة من هذا البرنامج. هذا البرنامج يعني يهدف إلى دعم وتمويل الأوراق العلمية المنشورة في أفضل المجلات المصنفة والدوريات المحكمة وقواعد البيانات المتخصصة اللي هي ذات التصنيف العالي. هذا اللي بدورها سيساهم في يعني تطوير ورصد منظومة البحث العلمي والابتكار في سلطنة عمان والارتقاء بمستواها. كذلك أنه هذا له دور كبير في رفع مؤشر الأداء البحثي في سلطنة عمان، وكذلك تشجيع الباحثين على نشر الأوراق العلمية. هذا من ضمن الأهداف هذا البرنامج، وبالتالي زيادة عدد الأوراق البحثية العلمية المنشورة، بالإضافة إلى ذلك رفع التصنيف العالمي للجامعات في سلطنة عمان من خلال إبراز الحضور العالمي للباحثين من سلطنة عمان. كل هذه الأهداف تنصب كلها لتحقيق رؤية عمان 2040، وبالتالي رفع مؤشر الابتكار العالمي لسلطنة عمان وبناء اقتصاد مبني على المعرفة. فهذه هي الأهداف التي نتأمل ونتطلع كذلك لتحقيقها من خلال هذا البرنامج وتعزيز كفاءة البحث العلمي في سلطنة عمان. نعم، إذن هناك جملة من الأهداف التي تأملون تحقيقها من خلال هذا البرنامج. الأستاذة خولة، هناك بلا شك شروط يجب توفرها لمقدمي الطلبات للحصول على هذا الدعم، حدثينا عن هذه الشروط. نعم، هناك شروط يعني خاصة بالبرنامج، في شروط خاصة لمقدم الطلب، وكذلك في شروط وضعناها للورقة العلمية التي يتم نشرها.
بالإضافة لمقدم الطلب، يعني قد يكون المؤلف الأول أو المؤلف المراسل، مقدم الطلب لا بد أن يكون وقت التقديم أو وقت النشر إذا صح الكلام أنه يكون مرتبطا بأحد المؤسسات البحثية، يعني مرتبطة إلكترونيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ولا بد لمقدم الطلب أن يتم بأخذ موافقة مسبقة من جميع المؤلفين للورقة العلمية المنشورة، وذلك لحفظ حقوق بقية المؤلفين المشاركين في الورقة. كذلك المقدم الطلب يحق له تقديم 3 طلبات فقط لكل دورة. هذه الطلبات يتم تقديمها عن طريق نظام إدارة المعلومات البحثية اللي هو RIMS. هذه الطلبات لابد أن تكون طلبات جديدة لم تحصل على دعم سابق من خلال هذا البرنامج ولا من قدام من خلال البرامج الأخرى التي تدعمها الوزارة، مثلا في قطاع البحث العلمي والابتكار، ولا بد من وجود تكاليف للورقة العلمية التي تم نشرها. فإذا كانت هناك لا توجد تكاليف للورقة العلمية التي تم نشرها فلا داعي لتقديم يعني طلب الدعم من خلال هذا البرنامج. نعم. فهذه الشروط الخاصة لمقدم الطلب. أيضا هناك شروط وضعت أيضا للورقة العلمية المنشورة والتي تقدم بها صاحب الطلب لطلب الدعم من الوزارة. هذه الورقة العلمية لا بد أن تكون نتاجا للدراسات البحثية الأصيلة أو مراجعة لأوراق علمية، وهذه الورقة العلمية لابد أن يتم نشرها في الدوريات المحكمة والمفهرسة وقواعد البيانات اللي هي على سبيل المثال سكوبس ويب أوف ساينس. لابد هذه الورقة أن يتم نشرها في العام السابق لكل دورة. على سبيل المثال أن الدورة الأولى هذه الدورة لهذا العام 2024 خلاص تم تدشين هذه الدورة، راح نستقبل جميع الأوراق العلمية التي تم نشرها في العام السابق اللي هو 2023 بداية من شهر يناير إلى شهر ديسمبر. أيضا كذلك الوزارة يحق لها إدخال هذه الأوراق العلمية المنشورة في المستودع البحث العماني شعاع. شعاع هذا الذي هو مؤسس يعني الداعمين في هذا الشعاع هو وزارة التعليم العالي وجامعة السلطان قابوس وكذلك الشبكة العمانية للبحث العلمي والتعليم. نعم أستاذ، هذه جملة الشروط إذن التي يجب توافرها لمقدمي الطلب. أستاذ خولد، دعينا نتحدث عن آلية تقييم الأبحاث المقدمة وما دور المؤسسة البحثية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في عملية التقييم. نعم، دعونا الآن يعني نتعرف على المعايير التقييم. هناك يمكن لكن يعني تحدثنا عن معايير التقييم الخاصة بهذا البرنامج، يمكن نقسمها إلى 30% من نسبة التقييم لهذا البرنامج تكون بيد المؤسسة البحثية. نعم. ويتم ذلك بناء على عدة معايير. من ضمن هذه المعايير أنه هذا موضوع الورقة العلمية المنشورة لابد أن يكون ضمن محاور رؤية عمان 2040، وكذلك أنه هذه الورقة العلمية المنشورة لابد أن تكون ضمن استراتيجية البحثية للمؤسسة البحثية، ولابد أن يكون كذلك هناك أثر متوقع من هذه الورقة العلمية المنشورة، سواء كان هنا منتج ابتكاري، قرار سياسي أو منفعة مجتمعية. فنسبة 30% من التقييم تكون بيد المؤسسة البحثية الذي يعني يكون متواجد فيها مقدم الطلب. نعم. أما 70% المتبقية هي تكون بيد الوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وتنبني كذلك بناء على عدة معايير. من ضمن هذه المعايير إذا أولا الدورية أو المجلة التي تم النشر فيها لابد أن تكون معتمدة في قاعدة بيانات مفهرسة ومحكمة، وعلى هي على سبيل المثال سكوبس أو ويب أوف ساينس، ولا كذلك أن مستوى الدورية هذه واحد من المعايير، مستوى معامل التأثير بالنسبة للمجلة أو الدورية، كذلك معيار الشراكات الدولية والمحلية، وهذا المعيار جدا مهم لأنه يهدف إلى تعزيز التعاون بين الباحثين. فهذه المعايير الخاصة بهذا البرنامج، 30% تكون لدى المؤسسة البحثية، 70% يتم تقييمها عن طريق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. نعم. أستاذ خولة، أشرت إلى أن الدورة الأولى انطلقت في العام الماضي 2023. حدثينا عن برنامج عن تجربة برنامج دعم النشر العلمي في دورته الأولى. مثل ما أسلفت، نعم، الدورة الأولى انطلقت في العام الماضي 2023، استقبلنا عدد كبير من الطلبات من الأوراق العلمية المنشورة اللي هي نشرت في العام السابق اللي هي 2022. يعني استقبلنا تقريبا ما أكثر من 100 طلب أو 100 ورقة علمية منشورة،
من 14 تقريبا مؤسسة بحثية موجودة هنا في سلطنة عمان. هذه يعني هذه الأوراق العلمية المنشورة تم اعتماد منها من هذه 103 طلب الذي استقبلناهم، اعتمدنا تقريبا ما 49 طلب. فيعني نفس الشيء كانت أغلب الطلبات اللي جاتنا يعني كانت أكثر شيء في قطاع الصحة وكذلك في قطاع البيئة والتقنية الحيوية. فنتأمل يعني نتوقع أن هذه الدورة في دورة 2024 الدورة الثانية لهذا البرنامج إن شاء الله راح يعني عدد الطلبات راح تزيد، عدد الأوراق العلمية المنشورة كذلك راح يعني الطلبات راح ترتفع، المؤسسات راح يعني تشارك بعدد أكبر من العدد الذي ساهمت أو شاركت فيه في الدورة الأولى. كذلك يعني في الدورة الأولى يعني قمنا بدورة تعريفية يعني حول هذا البرنامج كانت افتراضية لكن كان يعني نتائجها جدا متميزة. عملنا هذا العام كذلك يعني دورة تعريفية ثانية لبرنامج دعم النشر العلمي، من يعني طرحنا في تجربتنا في الدورة الأولى من هذا البرنامج، استضفنا عدد من المؤلفين الفائزين في الدورة الأولى لعرض تجاربهم حول هذا البرنامج، فكان الورشة جدا تعريفية كانت مثرية. وكذلك نتأمل إن شاء الله هذه الدورة أن تكون أداءها ويعني طلبات تكون أعلى وأكبر من الدورة الماضية بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى. الأستاذة خولة، هناك من يستمع إلينا ربما الآن من المهتمين بالبرنامج للحصول على مزيد من المعلومات أو التواصل مع الجهة المسؤولة عن البرنامج، كيف يمكنهم ذلك؟ نعم، يعني الأشخاص المهتمين من الباحثين والمؤلفين يعني إذا كانت عندهم هناك استفسارات أو ملاحظات حول هذا البرنامج أو مقترحات بإمكانهم التواصل عن طريق البريد الإلكتروني الخاص ببرنامج دعم النشر العلمي اللي هو tsc@muhiri.gov.om. ففي هذا البريد فريق العمل برنامج دعم النشر العلمي راح يرد على جميع الاستفسارات القادمة إلينا من جميع المهتمين والباحثين والناشرين، وكذلك الملاحظات والمقترحات سوف تؤخذ بعين الاعتبار من 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 من, من الباحثين والمهتمين، وكذلك لتطوير البرنامج إن شاء الله في الدورات القادمة بإذن الله. الأستاذة خولة، شكرا وفية حول برنامج دعم النشر العلمي. نعم، شكرا جزيلا لكم على هذه الاستضافة. وفي الختام يعني أود التأكيد كذلك والتنويه أن الموعد النهائي للتقديم للدورة الثانية لبرنامج دعم النشر العلمي راح يكون في نهاية شهر يونيو من هذا العام. كذلك نشجع الباحثين والمؤلفين للمسارعة في تقديم طلباتهم عبر النظام الإلكتروني ريمس وعدم انتظار الوقت يعني اللحظات الأخيرة من موعد التقديم. وهذا وكذلك في هذه الفرصة يعني هذا في هذا المكان من هذا المنبر كذلك انتهز الفرصة يعني أوجه شكري إلى فريق برنامج دعم النشر العلمي على جهودهم الكبيرة في إدارة برنامج دعم النشر العلمي بكل تفاني وإتقان، وكذلك شكري أوجهه لكم أيضا أنتم في إذاعة الصمود على الاستضافة وتسليط الضوء حول برنامج دعم النشر العلمي. شكري أيضا كذلك موصول لجميع المستمعين الباحثين والمؤلفين والمهتمين بالنشر العلمي، فشكرا جزيلا لكم على هذه الاستضافة وجزاكم الله خيرا، دمتم في صحة وعافية ويومكم سعيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وشكرا جزيلا لك مرة أخرى. شكرا. مستمعي الكرام، كان معنا عبر الهاتف للحديث عن برنامج دعم النشر العلمي الفاضلة خولة بنت سالم الحضرمية، أخصائية عقود بحثية وابتكارية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عضو في فريق برنامج دعم النشر العلمي.